لأن الدوري العام أصبح أكتر متعة وحماس سواء في الملعب من خلال المباريات المهمة اللي بنشوفها وتقارب مستوى معظم الفرق أو بره الملعب في اشتعال موسم الصفقات الشتوية، خاصة إن الأهلي بيبحث عن استكمال صفقاته بعد فشل صفقة عبد العزيز يعقوب، وكمان صفقات الزمالك وبيراميدز وفرق الدوري المصري. خلونا نعرف أكتر التفاصيل ونحلل اللي بيحصل في سوق الانتقالات الشتوية من خلال الناقد الرياضي محمد البرمي. صباح الخير يا محمد. صباح الخير احمد، صباح الخير لاخواني، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. مبسوط ان انا موجود معاكم، وصباح الخير عليكم. يعني احنا دايما اللي بنبقى مبسوطين بوجودك معانا في صباح الخير، لكن عاوز اعرف بقى نظرتك ومتابعتك لماتشات الدوري امبارح، شفتها ازاي؟ وهل بيراميدز قادر على المنافسه مع المدير الفني الجديد البرتغالي بيتشكو؟ يعني الدوري الموسم ده في تقارب كبير جدا في المستوى، في تقارب كبير في النقاط بين الانديه، بين الاهلي وبين الزمالك. دخول بيراميدز المنافسه وارد، وانا بشوفه منطقي مع باتشيكو. يعني هو الامر شويه هيعتمد على قدره باتشيكو على تغيير عقليه لاعبي بيراميدز. بيراميدز عنده كل المؤهلات اللي تساعده للحصول على بطوله، لكن شويه يمكن عقليه اللعيبه، غياب الدوافع عند بعض اللاعبين شويه بتكون مؤثره في رغبه بيراميدز في الحصول على بطوله. ويمكن ده بنشوف حتى الموسم اللي فات كان عنده فرصه كبيره جدا انه ياخد الدوري، لكن شويه العقليه بتاعت اللاعبين اللي رغبه في تحقيق البطوله ما تبقاش موجوده. باتشيكو مدرب كبير، اسم كبير، هل هو قادر على تغيير عقليه اللعيبه دي ودفعهم للحصول على بطوله؟ انا شايف ان كل المؤهلات موجوده ببيراميدز انه يعمل ده. هو كمان مش بعيد عن المنافسه، صحيح هو بيفقد نقاط كثيره جدا، فده هيعتمد على قدره باتشيكو في تطوير اداء اللاعبين، تطوير رغباتهم في الفوز، لكن هو يبقى منافس حاضر ومنافس قوي للاهلي والزمالك على الدوري. طيب محمد، انتقل من نفس النقطة، لو بصينا لجدول الترتيب هنلاقي الأهلي تصدر جدول الترتيب الدوري المصري، بعدين جه فيوتشر انتزع الوصافة من الزمالك بعد كمان فوزه على سيراميكا، ثم الزمالك، ثم بيراميدز. الأهلي تصدر دلوقتي جدول الترتيب زي ما قلنا، بعد ما كنا بنشوف أنه الأهلي مستواه يعني متراجع إلى حد ما، وبعدين عمالين بنسمع دلوقتي عن يعني شايفين فرق ونوادي عمالة تتراجع وفرق تتحسن. عايز اعرف منك، شايف الترتيب ده ايه اللي هيحصل فيه بعد كده؟ التراجع او التقدم في المستوى ده يعني بيبقى منطقي في الجزء الاول من الدوري. يعني المحل ممكن يكون بادئ الدوري بصحوه كبيره جدا، برغبه في الفوز، لعيبته عايزه تثبت نفسها، فبيحقق فوز، بياخد الثقه، بيحقق الفوز التاني، بياخد الثقه، ثم بيبدا بقى فكره العروض اللي بتيجي للاعيبه المحله، فبيتراجع، يحصل مشكله في المستحقات. فيوتشر ممكن يكون بادئ الدوري مش بافضل شكل، وبعدين بيبدا يستعيد للانتصارات. الحاجات دي بتبقى منطقيه، او اللي هو السلم ده، النزول والهبوط في جدول الدوري بيبقى منطقي. الاهلي ممكن يمر بكبوه بتعادل او تعادلين، الزمالك يتعادل، لكن في النهاية بيبقى الجزء الحاسم أكتر من الدوري هي الخمس أو العشر ماتشات الأخيرة في الدوري، فبيبقى طول ما احنا مكملين الدوري بيبقى في تراجع. وده بالمناسبة هو بيأكد حاجة مهمة جدا، إن التنافس في الدوري المصري بقى أفضل كتير جدا من الأول. في أكتر من الفرقة بتدخل وتحاول تزاحم الأهلي والزمالك. صحيح. ممكن ما يكونوش هم اللي هيفوزوا بالدوري أو اللي هم مرشحين للفوز، لكن عندهم قدرة لتغيير الشكل أو خريطة الدوري بشكل عام. يعني فيوتشر تاني موسم تقريبا، احنا بنتكلم تاني الدوري قبل الزمالك، بيراميدز بيدخل معاهم، المصري والاتحاد نفس القصة. الاتحاد كان بدأ الدوري وكان متصدر في بعض الأوقات، فده كله بيكون مفيد للكرة المصرية ومفيد للدوري، بس هو بيأكد كمان قوة التنافسية في الموسم الحالي في الدوري المصري. نعم. طيب خلينا نتكلم على فيوتشر تحديدا، هل هيعرف يستثمر هدايا المنافسين ويحاول اللي هو يلاحق الكبار، ولا الامر هيكون صعب بالنسبه له؟ يقدر. لا، فيوتشر يعني انا شايف ان هو فريق بدايه من تاسيسه تاسس بشكل صحيح. يعني
اللي هو معاه مدير فني شاب عنده خبره في الدوري كابتن علي ماهر، مجموعه كبيره جدا من اللاعبين سواء شباب او لعيبه، في عدد كبير جدا من اللاعبين التوليين اللي عندهم خبرات، فقدر يعمل توليفه بالتوليفه جيده يعني. الامر بس هيتوقف على قدرته على ان هو يتنافس في كام جبهه يعني. احنا لسه عندنا الكونفدراليه، فيوتشر موجود في الكونفدراليه، عندنا الدوري المصري، هل هو هيكون قادر ان هو ينافس في الاثنين او يلعب في الاثنين؟ انت عارف حضرتك لما بيبقى في سفر خارج مصر ولعب مع فرق افريقيه داخل مصر، كل ده شويه بيكون ليه تاثير بدني على اللاعبين، فهو اللي هيحدد ده هو قدرته على المنافسه على جبهتين اثنين، هيبقى محتاج لعيبه كتير كل الكلام ده كله، لكن عكس لما بيكون مركز بس في الدوري، مركز في الدوري ده بيفرق معاه اكتر، بيبقى اللعيبه مرتاحه اكتر، كل الحاجات دي كلها. وانا شايف برضو ان مع بدايه دوري ابطال افريقيا ومع الكونفدراليه الترتيب الدوري نفسه هيتغير، ان الاهلي لسه هيلعب، الزمالك لسه هيلعب، كمان الاهلي نفسه هيبقى عليه ضغط. طيب محمد، بما انك ذكرت الاهلي بقى، في نقطه مهمه جدا عند الاهلي وهي الصفقات، خاصه بعد اعتذار كمان يعقوب، ويعني الاهلي في خلينا نقول وقته يعني ضيق شويه، لانه كمان لازم يقدم القائمه لكاس العالم للانديه. شايف ايه اللي هيحصل في صفقات الاهلي؟ هل ممكن ايبوكا يكون بديل اجنبي ليعقوب ولا ايه اللي هيحصل؟ يعني اعتقد ان ايبوكا مش هو حل مطروح على طاوله مفاوضات الاهلي، لكن مش انسب حاجه للاهلي. الاهلي بيفكر في اكتر من لاعب، خلاص هو يمكن خلص مروان عطيه من الاتحاد السكندري، خلص خالد عبد الفتاح من سموحه، كريستو من النجم الساحلي، في كلام على مهاجم افريقي تاني، اضافه للتفاوض مع جون ايبوكا، كان بيتكلم مع محمد شكري ظهير سموحه، ظهير اللي هو لاعب الاهلي السابق، في كلام كمان مع فيوتشر على عمر كمال وعلى محمد رضا بوب، وفي عدد كبير جدا من لاعبين الاهلي بيفوضهم، علشان طبعا عنده لسه كاس العالم وعنده دور ابطال افريقيا، يعني ممكن يحصل تغيير في اي وقت، لكن حتى الان الاهلي ما حققش الحاجه الاساسيه اللي دخل ليها سوق الانتقالات، هي المهاجم يعني. كل دي صفقات مهمه جدا للاهلي، مفيده طبعًا جدا للاهلي، لكن حتى الان السبب الاساسي اللي الاهلي داخل ليه هو المهاجم، لسه ما قدرش يوصل لمهاجم جيد. يمكن يعقوب كان موجود على اي حال. يا استاذ محمد انا اسف المقاطعه، بس يعني يعذرني لضيق الوقت، لكن هيبان اكيد في الايام القليله القادمه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر محمد البورامي الناقد الرياضي.